إننا نبين خامسا للعالمين أن المقاصد الشرعية الخمسة تمثل النظام العام الذي اتفق عليه البشر: حفظ النفس والعقل والدين وكرامة الإنسان وحفظ الملك على الإنسان وإتاحة الحرية في هذا. هذا نظام عام لم يخالفه إلى الآن أحد من البشر. لعل بعض مدارس ما بعد الحداثة المتطرفة أو ما بعد الحداثة أو القائلة بالنسبية المطلقة ترى أنه يمكن مخالفة هذا وأنه يمكن في يوم من الأيام كما ورد في بعض الروايات الأدبية يبيع الإنسان نفسه للقتل فنقتله يقتله في سبيل أن يعطيه مال يعطيه لأبنائه أو شيء من هذا القبيل. خيال واسع لتفلت لا نهاية له، نحن ضده ولسنا معه هذا الخيال الواسع، ونقول إن هذا فساد في الأرض، ولذلك فنحن ندعو إلى فكرة المقاصد الشرعية التي هي النظام العام والآداب التي التزمت بها كل القوانين في الأرض حتى الآن. وربنا سبحانه وتعالى يستر علينا ألا نشاهد هذا العصر الذي فيه الانفلات الأكبر، حيث تذهب المقاصد ويعيش الإنسان عيشة أخس من عيشة الحيوان في الغابة.